تتألق زوجات النجوم العرب بإطلالات أنيقة ومتألقة تجعل بعضهن أيقونات في الموضة والجمال ليتنافسن في الشهرة والأضواء مع النجمات العرب. وهنا نستعرض أكثر زوجات النجوم أناقة في حلقة اليوم من توب 10 مشاهير. إطلالة صيفية باللون الأخضر الفاتح اعتمدتها رانيا أبو النصر زوجة الفنان المصري ماجد المصري في إجازتها الصيفية، وظهرت بلون بشرتها البرونزية وسكارف على رأسها، وبقي شعرها الأسود منسدلاً على كتفيها مرتديا نظارة شمسية لتكتمل أناقتها ورشاقتها على البحر. اختارت ناهد زيدان زوجة الفنان باسل خياط إطلالات ملفتة خلال إجازتها في جزيرة ميكونوس اليونان، إحداها هذا الفستان الطويل المنفوخ عند البطن. اختارت لونه متناسقاً بين الأزرق السماوي مع لمسات من الفوشيا والأصفر والأبيض لتكتمل أناقتها، وأطلقت شعرها منسدلاً على ظهرها لتظهر جمالها وجاذبيتها. أما داليدا زوجة رامي عياش فاختارت إطلالة شبابية من الجامبسوت الجينز بإحدى إطلالاتها خلال العطلة الصيفية، وبدت فيه ناعمة ورشيقة وتركت في الصورة انطباعاً بالحيوية. إخلاص جنيبان زوجة صابر الرباعي تعد من أبرز زوجات النجوم أناقة، وقد شاركت صورة لها على إنستغرام وهي بإطلالة سوداء اللون. كولكيت بوليس زوجة عصي الحلاني اختارت إطلالة الجينز مع الكروب توب باللون الأخضر مع الأسود خلال العطلة الصيفية في المتن في لبنان. جيهان علامة زوجة راغب علامة ظهرت بإطلالة التنورة الطويلة السوداء اللون مع الكروب توب البيضاء اللون التي أبرزت خصرها النحيف لتظهر بكامل أناقتها ورشاقتها بإطلالة أكثر شبابية وحيوية. وتعد ندى رمار زوجة الفنان مروان خولي من أكثر زوجات النجوم نعومة في إطلالتها، لا سيما فساتينها التي تختارها بستايل كلاسيكي وأنيق.